تتعدد حالات الإصابة بالحروق مع اختلاف درجاتها، إلى أن أقرب مصلحة لعلاج الحروق بولاية الأغواط تبعد 400 كيلومتر عن المدينة، جعل المجتمع المدني يطالب بفتح مصلحة للحروق في الولاية كأولوية قصوى. نصر قيدي. الحروق التي أودت بحياة وليد مفتاح وبعده الحادثة الأليمة للحاجة زينب بولاية الأغواط والتي تعاطف معها جميع الجزائريين جعل من فتح مصحة للحروق بالولاية أولوية جد قصوى. الولاية ولاية غاز ومنطقة صناعية حصير مل معرضة في أي لحظة سواء للعمال سواء للسكان سواء للأماكن القريبة منها. لا ندري ليومنا هذا لا يوجد مصلحة خاصة لعلاج الحروق. الأمر بديهي. أنا لا أدري معناها السلطات معناها المعنية أو الجهات المعنية كيف أنها تنتظر في حالة ما إذا وقع محظور أنها تتنقل جميع الحالات إلى مستشفى الدويرة وإلى الشمال. منطقة بترولية غازية مهددة للانفجار في أي لحظة، أنابيب خطوط النقل الغاز راه مهددة بالانفجار في أي لحظة، وحدث وين صارت تسربات ودارت كوارث، رانا نعانوا. تحرك سبعك ما عندكش كيفاه تعالجه، لازم تنقل للشمال، وكيف عندك ألم الحرق وتزيد ألم النقل. الطابع البترولي الغازي لولاية الأغواط يمثل دافعا كبيرا لإنجاز هذا المشروع الذي قد يمثل طوق نجاة لأي حادث محتمل. رانا مبرمجين في المؤسسة الاستشفائية الجديدة الجامعية راح يكون مصلحة حروق ممكن تكون 6 أو 8 أسرة تابعة لمصلحة الإنعاش الطبي والإنعاش الجراحي ويشرف عليها طاقم إن شاء الله الطبي وشبه الطبي. مرة أخرى فتح المستشفى الجامعي سيكون دفعة حقيقية لواقع الصحة في الجنوب عامة وفي الأغواط خاصة.